نحن نسكن في بلد شديدة البرودة، فعندما نقوم لصلاة الفجر لا نستطيع الوضوء لبرودة الماء، فأحيانا نتيمم ونصلي، فهل هذا يكفي أم لا بد من الوضوء؟ وإذا كان كذلك فهل علينا أن نقضي الصلوات التي صليناها بالتيمم فقط؟ إذا حان وقت الصلاة والإنسان عنده ماء بارد، فإن كانت برودته محتملة يمكن الإنسان أن يتوضأ ولو مع المشقة اليسيرة، فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويصلي، لأنه واجد للماء ولا مانع من استعماله. أما إذا كانت برودة الماء غير محتملة ويخشى من آثارها على صحة الإنسان، فهذا إن كان عنده ما يسخن به الماء من النار أو الحطب أو شيء من المسخنات، فإنه يجب عليه أن يسخن الماء وأن يتوضأ ويصلي. أما إذا كان باردا شديد البرودة ولا يتحمل وليس هناك ما يسخنه به، فإنه يتيمم ويصلي، يتيمم ويصلي ولا يؤخر الصلاة إلى النهار كما يقول، لأنه لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها إلا لمن ينوي الجمع إذا جاز الجمع. أما أن يؤخرها لأجل أن يأتي النهار وتنكسر برودة الماء، فهذا لا يجوز، بل يتيمم ويصلي على حسب حاله إذا كان ليس عنده شيء من وسائل التسخين. نعم. وهذا الحكم بالنسبة للطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر؟ إيه نعم، بالنسبة للحدثين الأصغر والأكبر. نعم، إذا لو كانوا يستطيعون احتمال برودة الماء، نعم، أو كان عندهم الإمكان أو الإمكانية تسخين الماء ولم يفعلوا، هل يلزمهم القضاء بالنسبة لصلواتهم الماضية؟ إيه نعم، إذا كانوا تيمموا نعم وصلوا وهم يمكنهم تسخين الماء، فإنه يجب عليهم قضاء الصلوات الماضية، لأنه لا يصح التيمم في حقهم. نعم. نعم.